هنا في اتحاد الجمعيات الفلاحية بالمثنى يقف المزارعون احتجاجا على قرار إيقاف زيادة الخطة الزراعية وصرف الوقود لهم شريطة اتباع تقنيات الري الحديث للتقليل من هدر المياه واستهلاكها رغم زراعتهم آلاف الدونمات ونثر الحبوب فيها. أنطتنا خطة ونثرنا وحطينا كيمياوي وحفرنا آبار واشترينا ديزل ووقفونا هالشيء، لا ديزل يطونا ها ولا خطة نشوق طعامنا بيه، ويقول لك اشتر مرش. إلى أنا هسه مطلوب 100 مليون، منين أوفي بعد وأشتري مرش؟ زرعت المثنى العام الماضي 360 ألف دونم، لكن حصتها هذا الموسم شملت زراعة 140 ألف دونم فقط. وتطالب وزارة الزراعة الفلاحين بضرورة اتباع تقنيات الري الحديث من المرشات المحورية رغم عدم توفيرها لهم، والتي تتراوح قيمة الواحدة منها بين 60 و 100 مليون دينار. بالنسبة للمزارع ذب بزرة وذب الإمكانيات اللي موجودة عنده، وبعد وقطعوا النفط عليه. النفط هو مجرد من 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 الدولة، ماكو جهة ثانية يعني منفذ للنفط ثاني ماكو غير الدولة، فالناس مضطرة انه اللي تنطيها الدولة البزر اللي ذبته مزارعها يروح ينتهي. تقول السلطات الزراعية في المثنى إن المحافظة بحاجة إلى أكثر من 7000 مرشة زراعية لتغطية احتياج الأراضي الزراعية خلال السنوات المقبلة ومغادرة نظام السقاية السيحية. بما يزيد عن 1500 طلب من عموم مزارع المحافظة في بادية المثنى لغرض اقتناء منظومات الري بالرش المحوري. تم تجهيز 630 معاملة كاملة لغرض التجهيز من المنافذ الحكومية بعد مصادقة وزارة الزراعة عليها. قدمت زراعة المثنى طلبا لإنشاء معمل خاص في المحافظة لصناعة المرشات الحديثة وبيعها للمزارعين مباشرة بأسعار مدعومة وتقليل التكلفة المالية على المزارعين. من المثنى خليل بركات، يو تي في.